SFM. احنا مش نسعى الى انجاح الجبهه الشعبيه مش تسعى منها الى انجاح، ولكن المساله الانجاح وعدم العدم نتاعو مربوطه باللي يفيدوا الحكم. اذا كان غدوه سي علي العريض مجي يعلن اكل الاستقاله منها نتاع الحكومه وتكوين حكومه جديده في ظرف ثلاثه معناها اسابيع، اعتقد هذيك مش تكون الاشاره الى امكانيه نجاح معنى هذا الحوار، واللي هو نجاح لتونس ونجاح فهمتي منها الشعب. حاجه اذا كان مش يتم الاعلان بطبيعه الحال مش يكون ثم فشل، وبالنسبه للراي العام مش يكون واضح له شكون اللي فشل هذا معناها الحوار.